من ضمن الاسئله، هل ينفع الاقي شغل وانا مش خريج كليه وما دخلتش اي كليه، لسه دبلوم لكن مستوى الانجليزي بتاعي سي 1 او سي 2، مستوى متقدم جدا، هل هعرف اشتغل بمرتب محترم؟ نعم ينفع تشتغل، ولكن هتشتغل عاده كول سنتر، يعني ممكن في كول سنتر، وان كان الكول سنتر بيطلب كمان انك تكون مؤهل عالي، ولكن في كول سنتر لو الانجليزي بتاعك كويس ممكن يقبلك وانت مؤهل متوسط، ولكن الاستمراريه والكارير بس او انك تشتغل في شركات أو للاسف مش هتكون متاحه بالنسبه لك. فنصيحتي حتى لو مستواك كويس في الانجليزي، حاول تدخل اي كليه اي معهد اي حاجه قدامك تدي لك شهاده الاربع سنين، عشان هتشتغل كول سنتر طول عمرك؟ اكيد لا. هتقولي اه هتاخد مرتب محترم، نعم في حاجات كول سنتر انجليزي هتاخد كول سنتر محترم، ولكن مهما تكبر هتلاقي نفسك وقعت في الماضي. فنصيحتي خد شهاده مؤهل عالي علشان تساعدك انك ان شاء الله تجد في شغل في شركات او في مؤسسات، ده هيساعدك كتير جدا جدا على هذا الموضوع، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير، وان شاء الله تكون الدنيا بالنسبه لك كويسه باذن الله تعالى.